السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث ابتدائي بمجموعة السلام الدراسية. نقدم لكم اليوم درسا في مادة الرياضيات تحت عنوان الدائرة والقرص. والأهداف طبعا المتوخاة من هذا الدرس: الهدف الأول أن تتعرف الدائرة والقرص، الهدف الثاني أن تدرك خاصيات كل من الدائرة والقرص، والهدف الثالث أن تنشئ كل من الدائرة والقرص باستعمال الأدوات الهندسية. فلنمر معا إلى وضعية الانطلاق. أثناء فترة الاستراحة وضعت الأستاذة نقطة على أرضية الساحة وطلبت من التلاميذ أن يقفوا بنفس البعد من هذه النقطة. انظر الشكل أسفله. ترى ماذا كون الأطفال عندما وقفوا بنفس البعد من النقطة التي رسمتها الأستاذة؟ إنهم كونوا شكلا دائريا، شكلا هندسيا، وهو ما يرى. فلنمر معا لتعريف الدائرة. لاحظ جيدا، الدائرة هي مجموعة من النقط التي تبعد بنفس المسافة عن المركز. المركز هنا هو النقطة الزرقاء، هو النقطة التي وضعتها الأستاذة طبعا في ساحة المدرسة. أعيد، الدائرة هي مجموعة من النقط التي تبعد بنفس المسافة عن المركز. هذه المسافة تسمى دائرة. إليك الآن عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، مصطلحات تتعلق بالدائرة. النقطة A هي مركز الدائرة. القطعة التي تربط بين نقطتين من الدائرة وتمر من المركز تسمى قطر الدائرة. والبعد من المركز إلى أي نقطة من نقط الدائرة يسمى شعاع الدائرة. دائرة مركزها النقطة A. لاحظ جيدا النقط الحمراء، النقط الحمراء تنتمي إلى الدائرة. لاحظ جيدا النقط الخضراء، النقط الخضراء لا تنتمي إلى الدائرة. نمر بك الآن عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى طريقة إنشاء الدائرة. أرسم دائرة مركزها النقطة N وقياس شعاعها 5 سنتيمترات. أولا نأخذ المسطرة، نأخذ البركار، ثم نثبت القلم في الصفر، ثم نفتح البركار إلى غاية العدد 5 ونأخذ القياس 5 سنتيمترات دون تغيير فتحة البركار. أضع النقطة N مركز الدائرة، ثم أضع الرأس الحاد للبركار أو إبرة البركار، ثم أرسم دون تغيير انفراج البركار أو فتحة البركار. أحافظ على القياس 5 سنتيمترات. جميع نقط هذه الدائرة تبعد بخمس سنتيمترات عن المركز N، عن النقطة N.
لاحظي الشكل التالي جيدا. لدينا دائرة خضراء مركزها النقطة الحمراء، وتوجد نقط داخل الدائرة، مجموعة من النقط داخل الدائرة. طبعا الجزء الموجود داخل الدائرة ويتضمن مجموعة من النقط بما فيها الدائرة يسمى القرص. والقرص أيضا نفس خصائص الدائرة، لديه شعاع، أقطار أو قطر واحد، نقدم لك قطرا واحدا، ثم مركز القرص. نمر للتطبيق. أولا أضع علامة في بطاقة الوضعية الصحيحة للبركة. ثانيا أرسم دائرة مركزها النقطة N وتمر من النقطة B. خذ ورقة عزيزي المتعلم أو الدفتر وحاول أن تنجز التمرينين. نمر معا إلى التصحيح. أضع علامة في بطاقة الوضعية الصحيحة. ألاحظ كيفية أخذ البركار أثناء الرسم لكي لا أغير طبعا قياس الشعاع. ثانيا أرسم دائرة مركزها النقطة N. أضع الرأس طبعا الحاد للبركار أو الإبرة في النقطة N في المركز، وأفتح البركار بحيث أخذ القياس N B، يأخذ القياس من النقطة N إلى النقطة B يعني شعاع الدائرة، وأرسم الدائرة التي مركزها النقطة N وتمر من النقطة B. نشكركم على حسن تتبعكم، وفقكم الله جميعا، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله. اشتراك في قناة مجموعة السلام الدراسية للتعليم الخصوصي ليصلكم كل جديد منها.